وما لاحظتموه الآن في هذه الملحمة الجميلة الرائعة بعنوان الدار العالية تعطي نسخة وصورة موجزة عن أهم اختصاصات وأهداف هذه الدار، دار الفقيهة. وهذا يندرج في الصورة التي نسعى لإخراجها للفقيهة المستقبلية. نريد فقهاء وعلماء عندهم رسوخ في العلم وتربية وأخلاق وانفتاح على الآخر. فنحن أهل القبلة نسمى أمة الإسلام، وباقي الأمم الأخرى تسمى أمم الدعوة. ولكي ندعوها للإسلام لابد أن نكون منفتحين ونركز على قيم التعايش وقيم المحبة وقيم السلام، ونرسم صورة جميلة لهذه المبادئ. هذا ما تحرص عليه مؤسسة دار الفقيهة، وبارك الله تعالى في المشرفين على الأنشطة الموازية للتربية كالمسرح وكالملحمات وكاللغات وغيرها من الأهداف. شكر الله تعالى للقائمين على هذا الأمر. ويسعدنا في اللحظة أن نطلب من السيد معالي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية فضيلة الدكتور أحمد التوفيق أن يتفضل علينا بكلمة توجيهية، فليتفضل مشكورا. الذي تجشم متاعب السفر من الرباط إلى هذه المنطقة الطيبة الطاهرة بإقليم تالودانت، جعل الله له في كل خطوة حسنة وترفعه درجة. ونجدد الترحاب بالوفد المرافق له، ونرحب مرة أخرى بكل الحاضرين. بارك الله فيكم وزادكم من فضله وجمع بيننا وبينكم في جنات النعيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابته الأكرمين. من تجليات ربنا سبحانه وتعالى الذي وعد بحفظ ذكره العزيز ما ظهر في تاريخ المغرب منذ أسلم من تعلق قلوب هذه الأمة بكتاب الله تعالى، ولا سيما بالحرص على حفظه وتحفيظه كاملا، واشتراط أن تكون إمامة المسجد مشروطة بحفظ هذا الكتاب. ولما جاءت المدرسة العصرية بمجيء الحماية الفرنسية، جاء نوع من التعليم لا يستكمل فيها هذا الشرط، وبقي المغاربة في هامش هذا التعليم حريصين على أن يحفظوا القرآن ويحفظوه، سواء كان ذلك في قبائل العرب أو قبائل العجم الأمازيغ. وعرفت كل المناطق بهذا الحرص، واعتز أهل سوس بما لهم من حرص على إقامة المدارس والإنفاق عليها من أجل حفظ الكتاب أولا، ثم تدريس ما هو ضروري من علوم الشرع ثانيا، ثم تهيئ فئة قليلة من الطلبة للعلوم الشرعية العليا. كذلك كان الأمر أنه في هامش التعليم العادي بقي هذا التعليم الحريص على حفظ القرآن الكريم بالثمن الذي تكلفه الحريصون على هذا التعليم وهذا التحفيظ. وكان نوعا من التعبد، لأننا نشأنا جيلي أنا دخلنا بعض الكتاتيب وبعض الجوامع التي يحفظ فيها القرآن الكريم على الشيوخ، ولم يكن هنالك من الطلبة من يعرف حتى اللغة العربية، وتجدهم حريصين على الحفظ
لا على حفظ القرآن الكريم حفظا مجردا، بل على حفظه بقراءاته المختلفة، فبلغ منهم من حفظ بالسبع ومن حفظ بالعشر. وأكرم الله هذا البلد بأئمة المؤمنين، بأمراء المؤمنين الذين حرصوا على هذه التقاليد. فلما جاء الاستقلال لزم والناس مهووسون أو مشغولون بالحداثة وبما ينبغي. السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم تالودانت الفاضل الحسين أبزال، السيد سعادة سفير دولة فلسطين الشقيقة الفاضل جمال شبكي، السيد رئيس المجلس العلمي المحلي بإقليم تالودانت الدكتور يزيد الراضي، السيد رئيس مجلس الإقليمي، السادة المدراء والمندوبون ورؤساء المصالح الخارجية، الحضور الكريم، أهل الفضل والكرم، نحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تنظم جمعية المساعي الحميدة بتمسلت إقليم تالودانت الدورة الخامسة للملتقى الوطني والدولي السنوي لمؤسسة تمسلت الخاصة للتعليم العتيقة تحت شعار افعلوا الخير خدمة للدين والوطن.